ماتش اليوم بان ليا الفرقه ما مساوياش مع بعضها. حنا جينا من ليدروفيل باش نتفرجوا في الماتش، جينا 8 السوايع في الطريق، والمنتخب راه ما فرحناش، ما جابش لنا نتيجه زوينه. نتمنوا في الماتش الجاي ان شاء الله يحمر لنا الوجه. بون كان مزيان شويه، كان مزيان ابار صراحه زعما واحد ثلاثه ديال لي زاليمون هما اللي بانوا ليا زعما تقاتلوا مزيان، فهمتي؟ ما بغيتش نقول شكون خلى احسن، الاخرين بانوا ليا بحال الفرع لاير دي سي ما منضمنش نهائيا ما شاء الله، وما فهمتش ما نكذبش عليك والله ما ضربنا الطريق باش نجيو باش نتفرجوا فيهم، صراحه ضربنا الطريق ديال الله والحق، جينا ما بلا ما نقول لهم منين جينا بلا ما نقول لهم منين جينا، وصراحه نوزون ديسي. هو الماتش زوين ولكن ما عندناش الزهر، لعبوا الدراري ولكن ما عندهمش الزهر وما عندناش اللي ماركي لينا الصراحه تقال لا كيبان ليا، لانه كاينين فرق قوى من هاد الفرق هادو ما يمكنش يدوز، كيبان ليا انا ما يمكنش يدوز لانه صعبت علينا الماموريه. ما كنا بغينا معولين على شي رباح نبداو بهاد الكومبيتيسيون هادي، ولكن كما كتشوفوا زعما راه صراحه مستوى اش غنقول لك، بقات فينا الطريق اللي ضربناه، ولكن كلشي على سبيل المنتخب، ولكن بهذا المستوى هذا ما كنظنش غنمشيو بعيد.